طيب هاخد تعليق الدكتور محمد على وجهة النظر اللي بتوصف الدولة والحاكم. هو بداية الدخول في كمين ان الدولة المدنية هي ضد الإسلام ده كمين. تمام. اتصور ان الجميع يرفض مفهوم الدولة الدينية، لان انا شفت المقدمة حق قدمتها في البداية ان الدولة الدينية نماذج بتاعتها في العالم قليلة جدا. نعم. وحركة ضربت مثل بإسرائيل، وأنا أتذكر في الجرائد حتى المصرية بتاعت سنة 48 و49 كان في رد فعل عنيف جدا في مصر حوالين أن قيام دولة إسرائيل في المنطقة ثم قيام دولة الباكستان أيضا سوف يثير المشكلة الأزلية اللي هي علاقة الدولة بالدين. نعم. وخاصة ان البعض ابتدى يصير في نفس الفترة، انا ما بديتش احكي التاريخ بس لا. ليه اسرائيل بنقول دولة دينية؟ كانت ملاحظة رغم ان ده لم يذكر. لا كانت ملاحظة جميلة جدا، لدرجة ان اسرائيل نفسها ابتدت تدافع عن نفسها وتظهر التيار الاشتراكي وحزب العمل وغيره، والباكستان نفسها لانها قامت على اساس ديني في الحقيقة، وكلمة باكستان معناها الارض الطاهرة. نعم. الانفصال عن الهند. قيام الدولتين دول اثار مشاكل كبيرة جدا في العالم الاسلامي باكمله. نعم. لأن العالم الإسلامي ما عرفش هذا الخناقة الكبيرة قوي ما بين الدولة المدنية وما بين الإسلام، مش الدولة الدينية. العالم الإسلامي لم يعرف مفهوم الدولة الدينية. مفهوم الدولة الدينية عرفته أوروبا في العصور الوسطى، لكن لما نرجع للمواردي، الإمام المواردي لما بيتكلم وهو صاحب الأحكام السلطانية بيتكلم عن مهام الإمام الحاكم الخليفة. نعم. بيقول حراسة الدين وسياسة الدنيا. لو طبقنا ده صح نفهم يعني ايه الدولة في الإسلام. نعم. ونقدر نفهم ان حتى اخر خلافة إسلامية الدولة العثمانية ما كانش الخليفة هو الفقيه، لا. نعم. ونقدر نفهم ليه عمر مكرم لما حصلت الثورة والعلماء الأزهر ولوا محمد علي، وعمر مكرم لم يرد إلى ذهنه أن هو يتولى الحكم، لأن هناك أهل العلم أهل القلم وهناك أهل السيف أهل السياسة. عشان كده الإسلام نجح في الفترات الطويلة اللي عايشها نتيجة أنه ليس هناك ولاية الفقيه. نعم. ليس هناك ولاية الفقيه. حتى الخليفة رفض الجميع أن يكون الخليفة هو خليفة الله في الأرض، وإنما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن حتى أبو بكر الصديق، ويصححني طبعا أستاذنا الدكتور هداية، لما مات رسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يعبد محمد قولا واحدا محمد قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي. وقال بقى في دستور إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. نعم. فإذا أسأت فقوموني. ومين اللي بيقول ده؟ أبو بكر. وعمر قالها من بعدها. وعمر. نعم. هنا فكرة إن الدولة، نتكلم عن دولة دينية، الإسلام لم يعرف مفهوم الدولة الدينية. بالعكس، ويمكن فضيلة المفتي يتكلم عن الأوقاف. نعم. نظام الأوقاف، عماد المجتمع المدني، وأن دور الدولة هو فقط حراسة الدين وحراسة الحدود، أما كل الشؤون الداخلية فهي لأهل الناس لأنهم أولى بها وأدرى بها. هنا مفهوم للدولة المدنية ممكن نطوره، لكن إن احنا نتكلم عن دولة دينية أتصور إن الزمن تجاوز ذلك. حتى علشان أوصل لده وعشان السادة المشاهدين يفهمونا لازم أعرف يعني إيه هو تصور الدولة الدينية المرفوض، يعني ايه دولة دينية، وهل الدولة الدينية هي الدولة اللي كانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انا كلامي معناه ان احنا ما عندناش الفكرة دي. ايوه. ما هو عشان انا شفت ان حضرتك فهمتني. لا 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 انت فاهمني. لا انا فاهمه كويس قوي. لا بالعكس. انا اريك يعني احنا ما عندناش الفكرة دي. يعني حضرتك تتفق معايا ان مفيش دولة دينية. ما انا هقول لحضرتك اقول لك في دقيقة ليه يا استاذ خالد. طب قبل ما تقول لي هطلب حاجة هستأذنكم معانا الدكتور سامي الشريف عاملا بحق الرد. لا اتفضل. لازم اديله فرصته.